تبقاش ما تبقاش فيها العجينه ساعه تطيب كطيب هي هذه من دارايتما خملية الله يحفظك اخي خالد مرحبا سيدي الله يكبر بك اخي خالد دكا الصحراوية اليوم غادي تشوفوا معنا التحضير ديال المدفونة ديال بير بيتزا هذه ماشي ديال تافيلات السلام عليكم ها ما الطباخات ديالنا بعدا السلام عليكم هذا لاباس بخير صحه لاباس الله يبارك فيك ها الطباخه الاولى الله يبارك فيك ها الطباخه الثانيه الله يبارك فيك اللهم لك الحمد الله يسلمك الله يكبر فيك الله يبارك فيك نشوفوا شنو كيحضروا هنا كما كتشوف سميزو هذا شكل ديفيرو على المدفونه الفيلاليه اييه هذه كندير فيها الخضره والبصله وسميزو ولي زيت بيس ديالها هي شوفوا هذه ماشي بحال ديك اللي صورنا في الريساني هذه مختلفه وهذه بيربير بيتزا هادي في شوفوا لي زانغريديون ديالها مختلفين على ديال الفيلاليه على المدفونه الفيلاليه كاين البصله كاين الربيع كاين البيض كاين اللحم كاين خيز زيت الثومه وديك الشرموله شنو بها هذيك البصله هذيك البصله ديال التفيلات بالخضره هادي زايده بالخضره التفيلات كيديروا فيها اللوز والبصله والبيض هذه كيديروا فيها سميسو هانتا كتشوف فيها والبيض وكلشي الخضره كتزيدوا حتى راس الحانوت راس الحانوت وها هما العطريه اللي كاينه فيها العجين خصها تخمر مزيان باش حيت غير نكرصوها ونرميوها باش ما تدقش الزيت الزيت واحد الشويه غنرميو الزيت عليها الطلب بزاف هذا الخبز ما يمكنش دابا شي واحد يجي لهنايا وما ضروري هي ولا طاجين ولا المهم الطاجين بالخضره باللحم ولا بالدجاج ولا وشنو ولا القليه ولا المهم كيطلبوا اي حاجه وشنو اكثر حاجه كيطلبوها كيطلبوا البيتزا هذه نتا بيتزا بربر كيطلبوها بزاف حتى الكور كتعجبهم بزاف يعني حتى الكور كتعجبهم المهم اللي جات يطلبوا بزاف غير هذه هذه البيتزا ان شاء الله راه على حساب مرحبا بك الله يكبر بيك الله يكرمك اللي غتاكلها ان شاء الله الله يكرمك الله يبارك فيك عشتي صافي تكون رقيقه بزاف باش ملي تديروا فيها هذه الحشوه هذه باش ملي تكون ملي تعمر الحشوه ما تجيش معجنه لا ضروري كيكونوا جوج خبزات واحده من التحت وواحده من الفوق عاد كتكون وحده كبيره وحده تتكون صغيره هي اللي كتغلفي بها من الفوق تبارك الله عليك راك كتعرف شفت هذوك شفت ديال الفيلاليه شفتها
ديال الفيله اللي هي عاود ديال الرصاني هي تيديروا ليها غير ما تيديروش فيها ما فيهاش هذا الشيء ديال الرصاني تيديروا فيها غير البزار وسميتو والملح ما تيديروش فيها هذا الشيء ديال بالامازيغيه هذيك اغرو من نقول نسيت نقول نسيت نقول نسيت اغرو نديروا الزيت اغرو نديروا دابا هنا في هذه المنطقه هذه مشهوره بالمدفونه ولكن الامازيغ كيقولوا لها اغرم من بنسو الخبز بحال الخبز المحشو بحال هكا حنا كنقول لها اغرم من بنسو تي كنا كانوا تيديروه زمان هكا ولكن تيديروا ليه الشحمه معروف واش كيطيبوه في الكوشه ديال العواد حنا كنطيبوه في الفران ديال يعني فاش جا شي حد ضروري يبغي يطلبها لنا في ديك في الكوشه نديروها هذه نديروها زعما الا طلبها شي حد باغيها عندكم كوشه هنا كاينه حس المذاق عاود ديال ايوا خلاص ديال العواد خلاص راه واحد شي بحال هكا كاين الفرق هادشي تبارك الله عامرة ها عامرة البيض كلشي فيها انتوما راه كاين الفرق ما بين المدفونة ديال التافيلات وديال ديال المخبط المرزوقة الخملية ملي غندوقو غنحكمو على صعاب ان شاء الله ان شاء الله غتبقى تسدها هكا باش كيفاش الطريقه باش كيجمعوها تتشد فيها غير واحد الشويه باش ما تكون تكون بنادم تاكلها ما تيلقاش داك العجينه معجنه خاصها طيب حتى هي من غير كتشد فيها تتشد لها واحد الشويه هكا غير شويه غير شويه باش ما تبقاش ما تبقاش فيها العجينه ساعات تطيب كطيب هي هذيك باش قلت لك راه تتبغي الوقت الطريقه باش جمعتيها ماشي بحال ديال تنجمعها هكا شوفوا الطريقه راه مبدله كما شفتوا معايا في ذاك الفيديو في الريصاني كان كيجمعها بواحد الطريقه مختلفه على ياك هي مشيتي هذه طريقه الصراحه احترافيه هذه في نحاول نقلبها هكا نعاود نسد حيت خصني نعاود نزيد نسدها مزيان باش داك الشيء باش العمارة ما تخرجش داك الشيء الزيت داك الشيء اللي درتي راه خصو يبقى لداخل دابا غتبقى هكا راه ما غاتحل ما والو ودابا تنجيبو الطعام طاوه هي واحد الطاوه عاود في شكل خاصه هذه خاصه بالمدفون هذه دابا دايرينها غير المدفون من بعد كتدهن واقيلا ياك لا ما تندهنش ما كتدهنوهاش هنا بالزيت لا ما تندهنش غير هكا انتما شوفوا تبارك الله صح تبارك الله جنزيد شوف على حساب الفران راه ديجا سخون ديجا سخون خصني نزيد واحد شويه صافي يعني غير يكون حيت انا سخنت الفران مزيان من الفران سخون مزيان وتخليه على الفوق تشوفها تتحمر من الجنب تتهبطها للتحت صافي كتنزل تحت وكيخرج اللحم طايب مزيان هي هذه الام ديال الناس اللي في هذا الريستوران
وكاينين الخواتات والخوات بيناتهم خدامين تبارك الله وكيسربيو الكليان، والكليان كامل اللي كيعرف هذه القضيه كيزيد يطمئن ويرتاح، لانه بحال دابا نتوما الكليان اللي كيجي لعندكم بحال جاي للدار ديالو. بحال الا جاي هذا الشيء عندنا حنا تقليدي احسن حاجه والله الا غير بحال جاي لعند شي عائله ديالو. راه كاينين كاع الجروبات اللي تيجيو كنديهم تناكلهم في الدار، لداخل في الدار، لداخل عندنا في الدار. تبارك الله عليكم. يا تبارك الله، شوف الله يعطيك الصحة، الله يرزق الصحة. شوف تبارك الله، الله يبارك. مرحبا سي العائلة كلها، نادي الدم مرحبا يس. الله يبارك فيكم، الله يسهل علينا وعليك وعلى المسلمين. امين يا ربي، الله يبارك فيك. اللهم امين. هذا وليد بلاد الفتينة، المهم وانا زعما الدان راك مرحبا يس وجود الكرم. الله يبارك فيك صراحه، سواء داخل المغرب او خارج، سواء خارج المغرب. الله يبارك فيك. النظام عبد الدنان اللي تحب وراءتي اللي صراحه هذه كلها تدي سلاسل هنا. لا مرحبا يا سي الرا 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 الرا. الطاجين عام والمدفونه اللي صبغات لك الخوات الريال. دابا غندوقوا هذه المدفونه هذه ديال الخمليه، غنشوفوا وغنشوفوا كيفاش دايره، نعطيكم الراي ديالنا، الراي بصراحه. بسم الله اكبرك الصراحه. والله الا المذاق الصراحه زوين بزاف. انتوما not like here, not like here, because here, yes, is here. For me too much, yes, here is so much here. Yeah, this is too, yes, much. But here more mountainy, yeah. Only between mountainy. Okay, yes. Okay, I will, yes, try it. Maybe just if you find just small problem here, yeah, in, yeah, this river, yeah, maybe, but small, yes, just small period, yeah. But after that you will have only mountain. Okay, mountain. I will show you Juan. Yeah. What's your name? My name is Olive. Olive. Our Olive من هولندا. قلت له اسمع حتى هو بيت في لوبيرج ديال تا الدرد هاي تما، وسمع الصوت ديال خوان. خوان وفي الصباح جا سولني قال لي راه سمعت الصوت ديالو هذا، وملي عرفني راه كنسافر به تعجب. this is the my hero. Yes. It is a four wheel drive. Oh, she. He or she? Female or male? No, male. Boy or girl? Boy. No, male. Man. Yeah, boy. Boy. Yeah. Man. Man. Old man. Oh, look it. I think it's yeah. Well, when I heard the story about
you know, traveling for 1 year through Morocco on a donkey. It's an amazing story. It's the first time I hear it, and I think it's one of the best stories I've heard. Yeah. While being in Morocco, which is a wonderful place with wonderful people and wonderful donkeys. Yeah, exactly. Brilliant. Very good. So you should to try this way. Yes. Yes. Yeah. Maybe I will. Maybe I will. I don't need a helmet. No. No one clothes. It will be perfect. Yeah. Exactly. Nabulal,
رسول الله شاف فينا رسول الله.